السلام عليكم أعزائي الكرام، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. طبعا بداية نعتذر لغيابنا عنكم للفترة الطويلة، والسبب هو كان عندنا مجموعة من الأعمال منشغلين بها بشكل كبير، وما راح نتكلم عن الأعمال شنو هي حتى ما نستبق الأحداث. إن شاء الله تشوفون ثمارها فيما بعد. مبدئيا راح تنزل مجموعة جديدة من الفيديوهات ونشر جديد، وأولها موضوع ثقيل من جهة التفاصيل، لكن نفس الوقت هو موضوع حساس جدا. الموضوع يتعلق بالفلوس، وتدرون أي شيء يتعلق بالفلوس هو موضوع حساس. الموضوع هو قصة الخمس. ليش الشيعة عندهم الخمس؟ شنو معنى الخمس؟ شنو هالقضية اللي مو موجودة على الكرة الأرضية بس عند هذا المذهب؟ شنو سالفتها؟ نتعرف عليها أكثر ونوصل لأعمق نقطة بهذا الموضوع إن شاء الله، مثل ما عودناكم بطريقة سهلة وسلسة. أتمنى من حضرتكم أنه في يوم غد تساعدونا في إعادة تنشيط القناة، ونوعدكم نرجع لكم بأعمال جديدة منها درامية وتقديمية ووثائقية. شكرا لصبركم وحفظكم الله من كل سوء إن شاء الله. تحياتي حسن الطرفي.